استعد النجمة غادة عادل لدور رئيسة عصابة في فيلم البطة الصفراء اللي هتقوم ببطولته مع مجموعة من النجوم منهم محمد عبد الرحمن ومحمود حافظ وفرح الزاهد وغيرهم، وبتدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة البطة الصفراء، وهنشوف غادة عادل بشكل مختلف في الكوميديا من خلال العمل اللي كتبه محمود عزت وهيقوم بإخراجه عصام نصار. كاميرا دي ام سي كانت موجودة مع الأبطال وعرفت منهم تفاصيل أكتر، تعالوا مع بعض نتابعها في التقرير اللي جاي. هو فيلم لايت كوميدي، ازعم انه مكتوب كويس من مؤلف شاطر اسمه محمود عزت ومخرج متمكن اسمه عصام نصار، واحنا كعناصر الانتاجية يعني على قد حالنا بنحاول نترجم ده على ارض الواقع بشكل يعني يا رب ان شاء الله يبقى موفق. يعني كوميدي فقلقت سنه. طمنت اكتر ان الناس اللي معايا في الفيلم كلهم ناس اصحابي حتى من قبل ما امثل، توتا وغاده واستاذ رامي واستاذ محمد حفظي وكلهم هايلين. تعرفت مع على استاذ عصام مخرج، لقيته دمه خفيف جدا وبيهزر جدا، قلت ده الموضوع طلع سهل شكله يعني الربع يبقى لطيف. وبيني وبينك انا مثلت يعني بحاول امثل جد ما بحاولش اضحك، بس هم بقى الدور الباقي عليهم، هم بيعملوا حاجات هتضحكهم. انا عامل استاذ في الجامعه، استاذ علم نفس، وبيعمل بحث رساله الدكتوراه بتاعته. ده جديد عليا جدا ان انا اعمل استاذ علم نفس واستاذ جامعه وكده، فرب ان شاء الله باذن الله اكون نجحت يعني ان انا اعمل ده ان شاء الله يا رب. احنا شفنا من شويه مشهد انت كنت طالع فيه مع احمد طلعت، فيبان من الشخصيه انه شخص انطوائي شويه مهزوز شويه، فممكن تكلمنا اكتر عن الدور؟ هو كده انطوائي. هو انطوائي، هو مش مهزوز بس هو انطوائي شويه، انطوائي كتير، ملوش صحاب ملوش حد. بنشوف بقى اللي هيحصل له بقى من خلال رساله الدكتوراه بتاعته البحث بتاعها، نشوف بقى هيحصل له ايه يعني. البطة الصفراء دي قصتها هتعمل له مشاكل. في بطة صفراء بجد؟ في بطة صفراء. والله هجيب لك بطة صفراء دلوقتي. هو مجرد الاسم شدني وضحكني وانا بحب اضحك. لما عرفت بقى انه في توتة محمد عبد الرحمن، الناس كلها عارفه ان انا بحب توتة قوي ومقتنع بيه قوي، وكانت بقى من العوامل المشجعه بصراحه. والموضوع حلو، عصام نصار المخرج كويس، سامع عنه كويس، وكان المفروض هنشتغل مع بعض بس انا اضطريت للسفر وما حصلش وكده، فجيت المره دي والراجل كلمني قال لا بص المره دي، وانا ضيف شرف يعني، انا عندي يعني بعمل الدور في يومين تصوير بس، يومين يعني ايه تقال تقال شويه. رامي لم ييأس، انا بحب ذكاء رامي وبحب دماغه وبحب الحاجات اللي هو بيعملها، بس ما كنتش عارفه في السينما هو هيقدم، بيقدم فيلم كوميدي وانا بموت في توته جدا واشتغلت معاه اكتر من مره وكل حاجه، بس كنت حاطه خطه، عارف لما انت تحط خطه في حياتك، لا انا عاوز اعمل دور جديد، عاوز اعمل شخصيه جديده استمتع وانا بعملها، اكيد فيلم كوميدي مش هيبقى فيه شخصيه تبهرني. فقال لي طب استقري، انا قريت قلت له ايه ده، ده اللي انا عايزه، ايه ده، ده انا بجد انا عايزه اعمل الشخصيه دي، اشوف انا هعرف اعملها ازاي، هعرف اعملها حلوه ولا لا، عايزه استمتع بيها وانا بعملها. الفيلم حلو جدا جدا، فيلم كوميدي بس الكوميديا دي حاجه عظيمه وصعبه، مش حاجه وصعبه جدا انك تضحك حد، ده يا لهوي يعني. اصعب حاجه استفزتك في الشخصيه او اكتر حاجه استفزتك في الشخصيه دي؟ انا عايز اعملها رشا صيدليه. انت بقى يعني لو جت رشا صيدليه، رشا صيدليه، ها مش محتاجه رشا صيدليه تعمل ايه بقى، بتروح الصيدليه تعمل ايه، هنشوف.